هناك إذا تقارير تتحدث عن مخطط إماراتي إقامة قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية، حدثنا عن التفاصيل، هل ما يجري بالفعل هو حقيقة؟ نعم أخي الكريم، أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين. حياكم ما يجري منذ العام 2015 منذ تدخل الإمارات العربية المتحدة سعت بكل جهد للسيطرة على الجزر اليمنية الحيوية وخاصة الجزر في المحيط الهندي والخليج عدن، وحتى على الأماكن الحيوية ليس فقط في البحر وإنما في البر، سيطرت على السواحل وغيره من الأماكن التي كانت هدفا لها قبل دخولها إلى اليمن. هناك الآن قاعدة، نعم قاعدة عسكرية تبنى في جزيرة ميون. جزيرة ميون تحت السيطرة الإماراتية منذ دخول الإمارات إلى اليمن في عام 2015. بدأت الآن يعني هناك، حتى كانت تقلع منها الطائرات الإماراتية، ولا زال في مدرج، كان مدرج صغير في الجزيرة، الآن تحاول الإمارات تطويره ليكون قاعدة عسكرية خاصة بها. ومعروف على أن الإمارات يوجد لها قاعدة في جزيرة عصب الإريتريا، فهذه القاعدة تكون تربط ما بين القواعد الإماراتية في البحر العربي وجزيرة عصب وغيرها. فاحتلال هذه الجزيرة المهمة جدا، كونها لو تلاحظ جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب، يعني هذا المضيق الذي تمر عبره 30% من التجارة العالمية. هذه الجزيرة تعتبر مهمة جدا في السيطرة على طرق التجارة العالمية، والإمارات كانت هدفها منذ قبل دخولها 2015 بأن تسيطر على مضيق باب المندب، ومن ثم تحتوي ميناء عدن الاستراتيجي والذي إذا تطور سينافس بالتأكيد ميناء دبي، لأنه العمق فيه أكثر من العمق في ميناء دبي وقريب جدا من طرق التجارة العالمية المتمثلة في مضيق باب المندب. فلذلك هدفها هنا اقتصادي بحت من السيطرة على هذه الجزيرة، بالإضافة إلى هدفها العسكري المتمثل في قاعدة في رفد قاعدة قاعدتها في جزيرة عصب الإريتريا. وماذا عن الحديث بأن هناك خلاف بين الإمارات والرئيس هادي بشأن تأجير هذه الجزيرة للإمارات لمدة 20 عاما؟ نذكر هنا بعض الحقائق. على الإمارات كانت تريد حتى تأجير ميناء عدن، وكانت مستأجرة ميناء عدن من قبل لمدة تقريبا 99 عام. تخيل يعني. فألغت حكومة الرئيس هادي وحكومة الرئيس أو رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة في العام 2013 هذا العقد لموانئ دبي، كانت تعمل على تخريب الميناء. ويبدو أن هناك الآن حديث على استئجار على استئجار هذه الجزر، منها جزيرة ميون وحتى جزيرة سقطرى. لكن موقف الرئاسة اليمنية وموقف الحكومة اليمنية صارم في هذا الموضوع، ورفضوا رفضا تاما هذا الطرح وهذا هذا الطرح من الإمارات العربية المتحدة. فيبدو على انها حتى دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي ودعمها لبعض قوى الانفصال وقوى التمرد في اليمن ياتي للضغط على الحكومة الشرعية وعلى الرئيس هادي بالقبول ببعض الصفقات التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة جزاء لها او مقابل مشاركتها في عاصفة الحزم.